كشف رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عن كواليس ما حدث بينه وبين قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في موسكو. وقال صالح أن ضغوطا مورست عليه والمشير حفتر لإقناعهما بوقف إطلاق النار ولقاء فايز السراج رئيس ما تسمى بحكومة الوفاق، إلا أنهما تمسكا برفضهما باعتباره غير ذي صفة ولم ينل ثقة البرلمان مرتين.